السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا اختبار دال أمبير في الاختبارات السلاسل. في البداية قبل ما أنا أبدأ الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات، وطبعا في تحت رابط التليجرام والتويتر والإنستغرام، الكل يروح عندهم. في البداية تكلمنا في الفيديوهات الماضية عن اختبار كوشي، اختبار النسبة، اختبار المقارنة. في فيديو اليوم حيكون عن اختبار دال أمبير. طبعا كالعادة لازم نعرف دال أمبير بشو استخداماته. لدال أمبير أول شيء بنستخدمه لما يكون عندي حالة شك، هي أول استخدام. ثاني استخدام لما يكون عندنا عاملي أو لما يكون عندي أس. تمام، إذا هي ثلاث استخدامات لدال أمبير، وحنعرف قانونه وحناخد مثال عليه ونشوف كيف بنحل دال أمبير. في البداية بدنا نعرف شكله للقانون. طبعا هون لازم نعرف إنه كل هالأشياء أهم شيء إنه تكون حدودها موجبة، هي أهم شيء أنا لازم أعرفه إنه تكون حدودها شو موجبة. إذا في البداية عنا قانون تبع دال أمبير يلي هو عبارة عن unlimited، إن تؤول إلى اللانهاية، بعدين نفتح قوس كبير AN زائد واحد على AN يساوي ال. طيب هذا عنا القانون. هلأ بالنسبة لل M كمان تنقسم إلى ثلاث حالات تانية، يعني هون حسب النتيجة اللي حتطلع عنا. فهون عندي أنا ثلاث حالات ايضا ل ال. تمام. اذا اول حاله عندي اياها لما تكون ال ال مساويه للواحد، هي اول حاله. ثاني حاله لما تكون ال تكون اكبر من الواحد، ال تكون اصغر من الواحد. هذول ثلاث حالات. طيب لما تكون عندي L تساوي الواحد، ايش بده يكون الحل؟ في هذه الحالة راح يكون عندي حالة شك. طيب لما تكون L أكبر من الواحد، في هذه الحالة راح تكون السلسلة متباعدة. أما إذا كان L أصغر من الواحد، ففي هذه الحالة عنا السلسلة متقاربة، يعني بالضبط نفسه لكوشي. تمام، هلأ هون بعد ما نحسب هاي بنطلع النهاية. وعندنا مهمة، قاعدة مهمة أو ملاحظة بنقدر نحكي عنها. ملاحظة بالنسبة لشو؟ بالنسبة لكوشي مع دال أمبير، كوشي اللي كان في درسنا الماضي. ملاحظة إنه لما أنا يكون عندي كوشي، طيب وهي الكوشي طلع عندي حالة شك. طيب فمنروح منلجأ لشو؟ دال أمبير. طيب هاي أول شغلة عرفناها، مو حكينا هون دال أمبير بحل حالة الشك. طيب هلأ لو دال أمبير أوكي طلعت معي حالة شك، طيب هل أنا كمان بدي أروح ألجأ لكوشي؟ لا، إذا هون أنا لا أستطيع نحط إكس، ما بقدر أنا أروح لعند كوشي. إذا من هاي العبارة فهمنا إذا كان عندي كوشي طلع لي حالة شك، أنا فيني ألجأ لدال أمبير. أما إذا دال أمبير صارت حالة شك، أنا ما بقدر ألجأ لكوشي. طبعا هلا بدنا ناخذ مثال على اختبار دال امبير ونحل على القانون ونشوف متى حاله شك ومتى متباعده ومتى متقاربه. طيب عندنا هذا المثال. هنلاحظ المثال هو عباره عن 2 اس ال ان ضرب ان عاملي على ان على اس ان. طيب عندنا في البسط حكينا، هنلاحظ انه عندنا عاملي وكمان عندنا اس، وكمان في المقام كمان عنا أس. إذا في هذه الحالة راح نلجأ لدال أمبير لأنه عنا عاملي وأيضا عنا أس. طيب
أول خطوة يلي علينا إنه نسويها حنحط القانون. إيش القانون اللي كان عنا؟ كان عبارة عن AN زائد واحد أعلى AN. طيب AN زائد واحد شو يعني؟ يعني باخد كل N وبقلبها لـ N زائد واحد. خلينا نساوي هيك أول شيء، يعني آخذ كل الكسر كل هون الموجود وأقلبه يلي حناخد عليه. نبدأ خطوة خطوة. 2 أخذنا 2، هلأ الـ N اللي فوق بدي أحكيها N زائد واحد، إذا كله لـ N زائد واحد ضرب. هلأ الـ N اللي هون رح أحطه N زائد واحد لكل عاملي. طيب هلأ على هون عندي N أس N، يعني شو صارت إذا N زائد واحد؟ N زائد واحد N زائد واحد. طيب هلأ كل هذا الكسر على نفس AN، نفس السلسلة اللي عنا إياها هون، إذا 2 أس الـ N ضرب N عاملي على N أس الـ N، صار عنا بهذا الشكل. هلأ يلي علينا نساوي، رح نساوي القريب بالقريب والبعيد في البعيد، قريب في القريب والبعيد في البعيد. طيب كيف نحله؟ يلا هلأ عنا هون N 2 عفوا أس N زائد واحد ضرب هي نفسها N زائد واحد عاملي ضرب N أس الـ N اللي هي اللي كانت هون. طيب هلأ كل الكسر هنضربه، مو حكينا هي مع هي، N زائد واحد N زائد واحد ضرب 2 أس الـ N هون ضرب N عاملي. طيب في هاي الحالة كيف أنا بقدر أكمل؟ طيب وصلنا لهون، كيف أنا بقدر أكمل إذا بدنا نختصر أشياء مع أشياء؟ طيب هلأ عنا قواعد جدا مهمة لازم إنه نحن نعرفها لنعرف نكمل السؤال. طيب حاعطيكم أمثلة لنشوف هون على جنب. 3 N ناقص 1 كيف هي؟ بدي أنا أفرقها. أول شيء بقول 3 أس الـ N ضرب 3 سالب 1. طيب مثال آخر 2 أس N زائد 1، نحكي 2 أس N ضرب 2 أس للواحد. طيب مثال آخر، مثلا قلت N زائد 1 أس N زائد 1، إيش بدي أساوي هون؟ N زائد 1 أس لل N ضرب N زائد 1 أس للواحد. طيب مثال آخر N زائد 1 عاملي، بهاي الحالة بقول N زائد 1 لحالة ضرب N عاملي. دول أهم شي لازم نعرفهم لنعرف نكمل نحل السؤال. طيب نروح لهون، عنا 2 أس N زائد 1 هي نفسها هاي، فنحكي 2 N ضرب 2 1 ضرب هون هي نفسها هاي، ف N زائد واحد هي أس واحد يعني ضرب N عاملي ضرب N أس N. هذا أول البسط. هلأ على هون N زائد واحد أس N لل N ضرب N زائد واحد ضرب 2 أس N ضرب N عاملي. هلأ صار عنا وقت الاختصارات، نختصر من الوسط والمقام. طيب 2 أس N 2 أس N راحت راحت، هلأ N عاملي وN عاملي. طيب هاي وهاي نفس الشي، ضل عنا 2 وN أس N وN زائد 1 أس N. طيب هلأ إيش نساوي بهاي الحالة؟ طيب ناخدهم بنحكي 2، طيب هون عنا ضرب N أس N على N زائد 1 أس N لل N. رح نلاحظ هون إنه 2 نفس الأس، يعني هون هي أس وهي نفس الأس، فخلينا نساويهم كلهم لأس خارجي. طيب كيف لتصير؟ هتصير 2 N على N زائد 1 كلها ل N بهي الطريقة، يعني بس أخذنا ال N هون وجمعناها لل N الخارجي. هلأ بهي الحالة لو نحن جربنا
حد مسيطر على حد مسيطر. طيب حتطلع عندي هون واحد، واحد أس ال ان ضرب اثنين، واحد أس ال ان عوضنا لا نهاية، رح يطلع عندي عدم تعيين لأنه الواحد مو أصلية، فعدم تعيين. طيب شو الحل؟ نرجع ناخد هذا ونشوف شو بصير معنا. ناخد اثنين أس ان ان زائد واحد كله أس ال ان. طيب شو إيش أساوي فيه لأعرف أحله؟ طيب في عنا قاعدة خدناها في الدرس الماضي إنه limited عدد زائد مقدار، هون يكون العدد واحد، هون مقلوب المقدار يعني أس مقلوب المقدار يساوي إي. هاي قاعدة لازم نحنا نعرفها. طيب هون أنا كيف خرج أعملها مثل هاي؟ هلا بناخد ال أول شيء مشان أعمل هذا الشيء لازم نقلب الكسر. إذا بحكي اثنين إن زائد واحد على إن أسن للإن كله السالب واحد. طيب ليش أنا عملت هالحركة كلها؟ أول شيء قلبته حطيت سالب واحد، ليش؟ لأني أنا قلبت الكسر. هلا باخد هاي الإن موجودة تحت وبعملها مرة هون ومرة هون بوزعة يعني. طيب كيف لتصير هون؟ بصير عندي اثنين اثنين. طيب ضرب شو؟ ضرب ان أسن للان زائد واحد على ان كله أسن ان وكله أس السالب واحد، هيك الشكل اللي عنا اياه. طيب طيب وصلنا لهي الحالة. هلا عنا هون ان على ان، ان على ان بنعرف انه هي تساوي الواحد. طيب نكمل اثنين صار عنا واحد زائد واحد على ان أس للان وكله أس للسالب واحد بهي الطريقة. طيب هلأ حنلاحظ إنه الأولوية هي شو؟ للأقواس. طيب وإيش كانت القاعدة اللي إحنا ذكرناها من قبل؟ كانت إنه عدد زائد مقدار زائد مقلوب المقدار يعني هون واحد على ان صارت ان. إذا هي كلها صارت عنا اي حسب القانون اللي هو حأرجع أكتبه حاليا، limited عنا عدد زائد مقدار، العدد طبعا اللي هو الواحد هون مقلوب المقدار هي أس تساوي عندي الإي، الإي هو عدد نبري 2.7. طيب هلأ أطلع عنا إي، طب 2 ضلت على حالة 2 والإي كلها السالب واحد، لا ننسى السالب واحد اللي فوق. طيب صار عنا هذا الشكل. هلأ إي السالب واحد هي عبارة عن شو؟ واحد على 2.7 ضرب 2. طيب عنا عدد بدي أضربه بكسر حنضرب بس بالبسط، فصار عندي 2 على 2.7 والمقام أكبر من البسط. بهذه الحالة حأعرف أنه هي أصغر من الواحد. فلما أعرف أنه هي أصغر من الواحد لو رجعنا لقوانين الدال أمبير حنعرف أنه هي هاي السلسلة حتكون متقاربة، هذه السلسلة متقاربة لأنه هي طلعت عنا أصغر من الواحد.